أميزديا، شريكك للنجاح. هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. مساء الخير على احلى مشاهدين برنامج بنا اون تي في. طبعا النهارده هنتكلم عن مواضيع كتير قوي. هنتكلم عن اهم حاجه، التطورات والمشاريع في بنها. زي ما حضراتكم عارفين ان خلال الفتره الحاليه كان في مشاكل كتير قوي في المشاريع، وسواء بقى في بنها او في المحافظات الثانيه. فإحنا النهاردة معنا مجموعة شركات زين. هي الحقيقة كانت عبارة عن مجموعة شركات زين، عبارة عن كذا شركة، بس هم اندمجوا وبقوا شركة معينة، فأصبحت مجموعة شركات زين. فإحنا هنبدأ الأول بالتقرير. معنا التقرير يا شباب، هنبدأ بالتقرير. حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم بالوقت بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك ترسروا وكسرت. انا ابن شفت يا زمان ومواقف بلاش، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا محمد زين سرحان، نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات زين. أنا أحمد زين سرحان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات زين. غادة إبراهيم، رئيس قسم المحافظات بجريدة السوق العربية وموقع صدى العرب، ومديرة العلاقات العامة بمجموعة شركات زين، والمشرف العام على جميع مقرات الشركة، ومديرة التسويق العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد فوزي، مدير عام مجموعة شركات زين. أنا أحمد سامي سرحان، مدير التنفيذي للخدمات العامة بشركات زين. إدارة الخدمات العامة بتقدم خدمة الصيانة العامة للمنازل العصري، وخدمات النظافة العامة للمنازل، وخدمات رجال الأعمال والتطهير والتعقيم، ومكافحة حشرات وقوارض. الشركة عبارة عن دمج مجموعة من الشركات مع بعض في الأنشطة عديدة.
اتكلمنا عليها على اساس ان احنا نوجه نشاط كامل مع مجموعه من الشباب بيشتركوا كلهم في انشطه شركات مختلفه. فدمجنا عده انشطه في النشاط في مجال في كافه المجالات: مجال الخدمات العامه، مجال السياحه، مجال الاعلام، مجال التسويق العقاري، ومجال إدارة وتطوير المشروعات، ومجال الحراسات والأمن والحراسات ونقل الأموال. وجاري التعاقد مع شركة جي اتش، دي شركة رائدة في مجال المنتجات الخشبية وفرش الفنادق. وجاري التعاقد مع شركة ماي كير، دي شركة في الرعاية الطبية. تعمل الشركة في عدة مجالات، وهي مجال الخدمات العامة، ومجال الخدمات السياحية، ومجال الخدمات الأمنية والحراسات ونقل الأموال، ومجال مكافحة الحشرات والتطهير والتعقيم والتنمية والتطوير العقاري والتوريدات العامة، ومجال التسويق الإعلامي والإعلاني. ومعنا رئيس مجلس إدارة زين سرحان، أستاذ زين سرحان، تركيزه على بس روح الشباب في المجموعة ودعمه للشباب من خلال توجهات القيادة السياسية وشغل الدولة كلها بتعمل على ان الدولة ترجع شباب تاني من خلال وظائف فرص عمل للشباب. معانا 2 نواب شباب جداد، نواب المجلس الإدارة، محمد زين وأحمد زين. طاقة الشباب معانا في الشغل، فاحنا بنشكر المجموعة في تركيزها على فرص توفير فرص شباب، فرص عمل للشباب. الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول جنة، بننسى الناس أنا وأنا ويا حبيبي، ما بيفوتناش إحساس ياللي مخلي صغرنا جميل والجو جميل عشان أنت جميل. الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول حبيبي، ما بيفوتناش إحساس ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شفتوا مجموعة زين قد ايه شركة مجتهدة، والكل مجتهد نصيب. طبعا بيشرفنا في الفقرة الاولى الاستاذ احمد الدالي، جروب ادمن جروب السوشيال ميديا بتاع بنها اون تي في، وكمان معانا الشيف رئيسة عصمت. اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذ احمد، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. طيب تمام. عايزين نبدا اول سؤال في فقرتنا، عن ايه راي حضرتك في سوق العقارات في بنها؟ والله سوق العقارات في بنها شديد شويه، بمعنى ان اي شاب دلوقتي عايز يتجوز مثلا بيروح يدور على شقه في حته تانية غير بنها، لان الايجارات هناك عاليه قوي وممكن سعر الشقه يوصل لمبالغ ضخمه. تمام، ده سوق العقارات في بنها. لا بس الواحد كان متخيل ان الاسعار في بنها، لا بنها مدينه سياحيه جدا، يعني بنها مدينه سياحيه جدا وفيها جميع توكيلات مطاعم الاكل ومعظم توكيلات الملابس. مدينه سياحيه بتطل على النيل. لا اصل معظم الناس بتبقى فاكره ان العقارات مش سعرها، اصل حضرتك ما كنت بتتكلم معايا قبل الحلقه. تمام. كنت بتقول ان الاسعار يعني اوفر قوي.
الاسعار عاليه جدا يعني الايجارات بتوصل مثلا في اماكن بتوصل ايجارات ل 1000 معظم الناس فاكراها اللي هي بلد ارياف لا لا بنها هي شرف لبنها انها تبقى بلد ارياف بس هي بنها مدينه سياحيه عاصمه الالوبيه فيها مديريه الامن فيها المحافظه فيها أكيد. الكلام ده كله فاهماني وبلد سياحيه جدا طبعا بتجذب سياح من جميع انحاء الجمهوريه بينزلوا يتفسحوا فيها ويقعدوا مع اصحابهم والكلام ده يعني اكيد طبعا تمام طيب عايزين برضو نعرف وجهه نظرك من التطورات والحاجات المشاريع الجديدة اللي بتحصل في بنا يعني والله هو كان في غضب واسع على السوشيال ميديا عموما يعني كان في غضب واسع على السوشيال ميديا وفي ناس كتير كانت زعلانة والمحافظة طلعت ردت قالت ان الشجر اللي كان موجود قديم ومتهالك وكان في حادثة حصلت من حوالي سنتين كده قدام المحافظة ان كان في فعلا شجرة وقعت وأذت بعض الناس وكده فاحنا مش هنقدر نحكم على التطوير ده دلوقتي هنحكم عليه بعدين بعد ما هم يخلصوا خالص لان كان في فعلا غضب واسع على السوشيال ميديا وفي ناس كتير اتكلمت وفي جرايد كتير كمان اتكلمت عن الموضوع ده من سنتين بقى كان في حادثه اللي الناس اتاذت فيها ده كان رد المحافظه يعني ان الشجر قديم ومتهالك وهم بيبنوا شجر جديد هم بيطوروا واكيد احنا هنحكم بعد ما نشوف يعني اكيد الحكم بعد ما نشوف يعني بعد ما يخلصوا شغلهم وكلام من ده واكيد هيعملوا حاجه كويسه طليق ببنها وباهل بنها هم شغالين يعني تطورات في كل المحافظات وفي كل المدن وطرق ويعني عموما التطوير في بنها يعني هو جاي في وقت كورونا والكلام ده كله فالناس يعني ده اللي مزعلها طبعا فاهماني بس انما هو التطوير مطلوب واكيد هنشوف حاجه عظيمه في بنها واكيد هيعملوا عظمه في بنها ان شاء الله اكيد ان شاء الله باذن الله عايزين برضو نعرف فكره برنامج بنها اون تي في يعني الفكره ازاي جت لكم كنتوا بتفكروا ازاي وقتها كان في هدف قدامكم كنتوا ماشيين عليه او كده والله انا جاي الاستاذ ابن نصار الفضل كله يرجع لربنا سبحانه وتعالى والاستاذ ابن نصار جه عرض عليا فكره الموضوع بنها اون تي في ان بنها يبقى ليها منبر اذاعه على التلفزيون عن مايل سات استاذ ايهاب بصراحه يا جماعه من الناس المجتهده واللي هي بتحب شغلها قوي ودايما بتحب التطور في الفكر وعندها دايما القدره اللي هي بتفكر دايما افكار جديده تمام استاذ ايهاب من الناس المحترمه جه عرض عليا الفكره طبعا احنا كادمن جروبات في بنها الفكره مستدعيانا ان احنا بننشرها لبعض على السوشيال ميديا لان احنا عندنا اكتر من جروب عندنا استاذ سامح الجلاد جروب كوكب بنها برضو كلنا بنكمل بعض استاذ محمد عطوه جروب بنها فانز استاذ احمد موسى جروب اهل بنها استاذ رحاب علي جروب معروضات بنها استاذ راني علي جروب معروضات بنها برضو استاذ مؤمن فتحي جروب بنها المحروسه كل الجروبات دي عندها نفسها يبقى عندها منبر اذاعي هنا على التلفزيون فكل الناس دي اكيد هتدعمنا لانه كلهم ناس شغالين في الخير يعني وناس محترمه كلكم شغل ولهم كل الشكر والتقدير هم وشعب بنها عموما يعني طبعا نوجه لهم شكر طبعا من خلال البرنامج طيب حضرتك برضو كنت عايزه اسالك في تطورات في الفتره المقبله في خطط مستقبليه حاطينها رسمينها ماشيين عليها والله العظيم هو احنا نفسنا الكوبري اللي في بنها ده يتوصل ببعضه الكباري الجديد اللي هم عاملينها في بنها نفسنا يتوصلوا ببعض لان احنا حتى كنا عاملين كوميكس لطيف كده لصوره طلعت زكريا وحاطين عليه صوره كوبري بلا هدف هم عاملين كوبريين جداد في بنها كده نفسنا ان هم يوصلوهم ببعض طبعا بس هي الحكومه شغاله في موضوع الطرق ده بطريقه يعني ما شاء الله بطريقه جميله يعني حتى التغييرات اللي هم بيعملوها لا ملحوظه وكويسه بس طبعا بيبقى في ملاحظ بسيطه احنا بنبقى محتاجينها او كده غير الاول خالص غير الاول يعني تمام طيب عايزين برضو حضرتك تقول لنا لو مثلا حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز مثلا في فكرة معينة في دماغه او مشروع معين عايز يبدأ يعني ينفذه حضرتك مثلا ممكن تنصحه بايه والله الاتجاه كله للجديد انا شايف ان موضوع ان بنها هيبقى ليها منبر اذاعة على التلفزيون ده موضوع جديد ده جديد يعني مفيش تقريبا ولازم الناس تتجه ليه بكل الدعم وكل القوة لان بنها لما يبقى ليها قناه على التلفزيون او برنامج على التلفزيون دي حاجه جميله وشيء عظيم ولازم كل البنهويه يدعموه وانا بدعي كل ادامن جروبات بنها ان هم يدعمونا من خلال هذه المنصه الاعلاميه انا عايزه كمان اقول لحضرتك ان احنا البرنامج بتاعنا من خلاله اي حد عنده موهبه في بنها ممكن يقدر يتواصل معنا اكيد طبعا ان البرنامج شغال على كذا برنامج يعني احنا من هنا كنا عاملين برنامج اكله في بنها طبعا تمام ما لسه هقول مش موهبه وفي بس خطة وفي خطه جديده ان احنا هنعمل برنامج الشارع في بنها ان شاء الله ده انا هقدمه وهيكون برنامج جميل وكويس فكرته عباره عن ايه هيبقى ما فكرته عباره عن اسئله في بنها جوائز اسئله عن بنها ندي للناس فكره وانطباع تاني عن بنها
تمام. الناس في المحافظات جنبنا يعني. في مطاعم وكده؟ في مطاعم كتير جدا في بنها، وفي كافيهات على مستوى محترم جدا. بدعيهم بتتواصل مع حضرتك؟ بتواصلوا معانا في اكتر من مطعم وكافتيريا متواصلين معانا، وان شاء الله هيبقى في جديد في افكار جديده. والاستاذ ايهاب نصار طبعا بيدعمنا في الموضوع ده جامد. طبعاً. وكل الدعم ليه طبعا، وشخصيه محترمه. فعلاً. وفي افكار جديده طبعا، وهنقدم جديد في الايام اللي جايه ان شاء الله. طيب من خلال حضرتك برضو، من خلال برنامج بنا اون تي في ان شاء الله. كنت عايزه برضو اسال حضرتك عن حاجه مهمه جدا. اتفضل. الناس بتبقى عندها لخبطه، اللي هو انا في حكايه التسويق عموما. تمام. اللي هو انا مش عارف اسوق ازاي، طيب اتواصل مع مين، طب ممكن حد ما يبقاش مصدر ثقه او كده، ف يعني حضرتك ممكن تطمنهم مثلا من انا بدعو الناس كلها في بنها من خلال برنامج بنها اون تي في ومن خلال حضرتك ان هم يتواصلوا معنا لاي فكره عن التسويق. يعني ممكن اي حد يقول في افكار جديده، ممكن في افكار جديده معانا، في فريق اعداد شغال للافكار. ممكن احنا نعرض افكارنا، هو تقبلها ماشي، هو عنده فكره وعجبتنا ممكن نتقبلها، ايه المشكله؟ ما هو الراي والراي الاخر. يعني ممكن حد يبقى يعني عنده فكره، مش اللي هو أكيد. لا احنا بنسمع، كنا قاعدين مع ناس وبنسمع لهم. وفي ناس افكارها كتير محترمه، وفي شباب كتير في بنها سافروا وجم عملوا مشاريع عندنا في بنها، وكافتريات على مستوى محترم ومطاعم كبيره جدا، وكل الدعم ليهم والله. يعني ناس نماذج مشرفه جدا في بنها. طبعا كل الدعم ليهم. اكيد. ففي افكار هم بيطرحوها علينا واحنا بنطرح عليهم افكار. وطبعا الفكره المقبوله هي اللي في فكره بتدوم. جديده يعني مثلا هتلفت انتباه الشباب او عموما السوق او كده؟ الفكره هنا في البرنامج. طبعا دي الفكره الجديده، لان احنا اول مره نشوف برنامج لبنها على التلفزيون. انا بصراحه تمام. فهي دي الفكره الجديده. انا معجبه قوي. يعني اعجاب شديد قوي بالفكره وبالمضمون ككل. المضمون ككل ان هو حاجه محترمه. حتى لما الاستاذ ايهاب جه كلمني انا اتشجعت جدا للفكره، لان احنا اول مره متحمس، لان اول مره بنها على التلفزيون وبرنامج اسمه بنها اون تي في. تمام. من دي حاجه دي حاجه عظيمه جدا لاهل بنها كلهم. طبعا. يعني حاجه عظيمه تفرح اهل بنها وتشجعوا ان هم يتواصلوا من خلال البرنامج. ممكن ممكن اي حد يجي يقعد هنا مكاني. طبعا. يعني ممكن اي حد في بنها يجي يقعد مكاني، عنده فكره، عنده تسويق، عنده اي حاجه عايز يعملها. مزبوط. ممكن يجي يقعد مكاني، عنده موهبه. ليه لا يبقى قاعد مكاني. فدي فكره جميله لاهل بنها. احنا طبعا عموما بنشجع اي حاجه طبعا بتركب بالوطن، بيبقى فيها تقدم للوطن وللمجتمع ككل. خاصة كمان اللي انا كمان ملاحظة ان السوشيال ميديا يعني واخدة حد رهيب. السوشيال ميديا ليها تأثير رهيب على كل حاجة. ايوة. وبالذات في بنها، لان بنها محدودة. يعني مدينة صغنونة كده حلوة محندقة. اتمنى تبقى تشرفينا فيها في يوم ان شاء الله وتتفرجي عليها. مدينة محدودة وجميلة، واحنا كلنا كنا شغالين في بنها حتى في ازمة كورونا، شغالين على الخير ونوزع نبيه اكسجين على بعض وكمامات كجروبات كمان. يعني انتوا متكاتفين مع بعض. كلنا متكاتفين مع بعض، احنا مش في حرب، كلها بنها. يعني كل اسامي الجروبات في بنها بتحمل اسم بنها. طبعا. ما فيش مضمون بقى بيختلف عن مضمون. طب قول لي بتلحقوا توفروا او تتكاتفوا مع بعض من حكايه الكمامات والحاجات مجموعات بنوفر مجموعات وعموما احنا ساعات بنحتاج لبعض. يعني ساعات ممكن يعني كان في جروب اسمه اهلي بطا ايد واحده، استاذ فريد ليه كل الاحترام والتقدير. كنت تواصلت معاه قبل كده ان انا محتاج انبوبتين اكسجين، وراجل شغال كويس قوي وبيخدم اهل بنها كلهم. تواصل مع حضرتك واي حد اكيد بيحتاج له. اي حد بيحتاج له بيلاقيه. في فريق شغال وفي تبرعات شغاله كمان، وبنشتري انابيب اكسجين وكمامات وبنوزعها على بعض. وفي تعقيم، استاذ سمير صبري معاه جهاز تعقيم، ده ادمن جروب اهل دمله عندنا في بنها برضو، من الناس المجتهده كمان، ومن الناس المتكاتفه والمجتهده، وبقدم له كل الاحترام والتقدير يعني. طبعا بنوجه له شكر طبعا. فاحنا في بنها مدينه صغيره، فكلنا عارفين بعض وكلنا اهل وحبايب وبنقدم الدعم لبعض. اكيد. من خلال السوشيال ميديا، من خلال الناس اللي انا ذكرتها في اول الحلقه يعني. اكيد. لا هو شيء فعلا مميز جدا اللي انتوا كلكم، يعني انا مستغربه حضرتك بتحكي ان لا يعني حتى الشهامه والحاجات بتاعه زمان دي ما بقتش موجوده. فانا فخوره قوي ان لسه في ناس متكاتفه مع بعض بتساعد بعض. بنها جميل عموما كمان في الازمه الحاليه اللي احنا فيها دي. لا كلنا متكاتفين في بنها، يعني الصراحه كلنا متكاتفين في بنها. يعني مش في حرب، او مش في كلنا اللي بيحتاج لحد او اللي بيحتاج للتاني بيلاقيه.
طبعا الازمه اللي احنا فيها دي كمان بتبين قد ايه التكاتف مهم، واللي احنا لازم نبقى واقفين مع أكيد بعض. اكيد لازم نبقى ايد واحده. لو انت مثلا عندك كمامات تساعدني، انا عندي وقايه ممكن اقدمها لك باي كل سبل الدعم يعني. كل سبل الدعم يعني حضرتك حتى لو لو دخلتي انضمتي لجروبات بنا هتعرفي بنفسك يعني. يعني في ناس الصراحه شغالين مجتهدين جدا، استاذ محمد جمال عيسى جروب صوت البنويه مجتهد جدا في موضوع تقديم الدعم وانابيب الاكسجين والحاجات دي كلها الايام دي، واستاذ سامح الجلاد والناس اللي انا ذكرتها يعني في اول الحلقه، واتمنى ما اكونش نسيت حد يعني. ان شاء الله. فكل الناس دي بصراحه ناس محترمه وناس بيقدموا الدعم، وانا بطالبهم يقدموا لنا الدعم من خلال المنبر الاعلامي العظيم ده بنها اون تي في، وان شاء الله هنعمل عظمه ان شاء الله باذن الله. ده شعرنا يعني. ان شاء الله. اخيرا بقى حملات الوقايه، طبعا انتوا برنامج بنها اون تي في اكيد هيبقى ليه اثر في الموضوع ده، فانتوا ايه بالنسبه لموضوع كورونا والازمه اللي احنا فيها ناويين بقى على ايه؟ والله يا استاذ ايهاب كان عامل فكره كده ان هو بدل ما يوزع كمامات كان شفت عامل مسابقه جميله كده بالهدايا فيها كمامات. انا شفتها يعني. مسابقه محترمه يعني، حتى المسابقه كمامات للوقايه والوعي والكلام ده كله. والحقيقه هو شغال شغل جميل وانا بتمنى له كل التوفيق. استاذ ايهاب من الناس المجتهده وبتمنى له كل التوفيق، وبتمنى للقناه كل التوفيق للبرنامج ولحضرتك. هو بيحاول يجتهد وطبعا زي ما انا قلت لكل مجتهد نصيب. اكيد طبعا. فان شاء الله ربنا هيكرمه وهيوفقنا طبعا في البرنامج ان شاء الله. اي حد انا بوجه بقى رساله لجمهور بقى بنها، اي حد عنده موهبه او اي محل مثلا عايز يعمل اي دعايه او كده احنا موجودين، وان شاء الله باذن الله احنا بدل احنا متكاتفين مع بعض، فان شاء الله هنوصل وهنحقق اللي احنا قادرين نوصل له بيكو ومعاكو. وللاسف يعني كنت عايزه اقعد مع حضرتك اكتر من كده استاذ احمد الدالي، شرفتني النهارده. شرف لي يا فندم. وان شاء الله نعمل عظمه. ان شاء الله هنعمل عظمه باذن الله. الاهل بنا كلهم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. اتشرفت بوجود حضرتك. الشرف ليا. للاسف بقى شديد حلقتنا خلصت النهارده. أدمتم في حالة إيجابية ودايما حلوين وجميل. مع السلامة. أميزديا شريكك للنجاح. هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك.